في الهرس كبير جدا عن سلام السودان. أيها السادات والسادة، ما زلنا معكم عبر الهيئة العامة واحد هذه الفعالية الاحتفال بالتوقيع بالأحرف الأولى لاتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية بكافة حركاتها وفصائلها. وها هو دكتور ديو ماتوك مقرر الوساطة الجنوبية يتناول ما دار في مسارات التفاوض والحوارات الشفافة وتلك اللحظات الفرحة بين أعضاء الوفود وهم يتشاورون ويتحاورون عبر هذه الجلسات للتفاوض. ضيف البلاد، ضيف جنوب السودان، ضيف جنوب السودان الذي هدر إلى جوبا من أجل الشهادة على هذا اليوم الكبير، رغم أنه هنالك مشاكل كبيرة جدا، مشاكل الفيضانات في خرطوم، أبى إلا أن يأتي بنفسه عشان ما إنه يجي يشهد هذا اليوم الجميل. أسعد الفريق أول عبد الفتاح برهان رئيس المجلس السيادي، مرحبا بك في هذا اليوم عشان تخاطب الجمع الكريم وأولادك أولاد السودان. الليلة اتوعدوا لا قضاء ولا حكومة، كلهم سودانيين. الآن مع كلمة السيد رئيس المجلس الانتقالي فريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. فخامة الأخ الرئيس سلفا كير مياردت رئيس جمهورية جنوب السودان، الإخوة الحضور جميعا من جمهورية جنوب السودان ومن الله وبركاته، إخوتي قادة حركات الكفاح المسلح التي وجب علينا اليوم أن نسميها حركات الكفاح المسلح بعد أن كانت في الأمس تحمل اسما مغايرا، فهنيئا لنا ولكم بالعودة لحضن الوطن. أيضا التحية لإخوتي في حكومة الفترة الانتقالية، لهم التحية ولهم التقدير، فهم جزء أساسي من هذا التفاوض. أيضا إخوتي في مجلس السيادة والإخوة في اللجان المتخصصة، كلكم لكم التحية ولكم التقدير ولكم التجلة. أولا يسعدني في هذا اليوم العظيم في مسيرة ثورة وشعب السودان أن أرسل رسالة سلام وتحية خاصة وخالصة للأخ الرئيس سلفا كير مياردت ولحكومة وأبناء جنوب السودان لاستضافتهم الكريمة لهذه المفاوضات والحرص على جمع إخوتهم في السودان، وأخص بالشكر الإخوة في لجنة الوساطة لصبرها وتحملها رهق وتعب هذه المفاوضات. الإخوة الكرام، لقد ظل السلام يشكل المسعى الأهم السياسي الكامل والتنمية الاقتصادية المتوازنة إلا من خلال الوصول إلى سلام شامل، الأمر الذي تم ترسيخه والنص عليه في وثيقة الفترة الانتقالية بغية إنهاء كل النزاعات المتطاولة في البلاد ومعالجة جذور هذه النزاعات بنيويا وإعادة التفاعل الإيجابي بين الدولة والمجتمع. الإخوة الكرام، إن الاتفاق الذي وقعناه اليوم ونحن نبشر به منذ الآن يعد التزام من جانبنا وجانب حركات الكفاح المسلح الموقع عليه تجاه الشعب السوداني
الذي ظل يعاني من ويلات الحرب والدمار والنزوح واللجوء والتشرد، والذي يتطلع إلى الاستقرار ولم الشمل والعيش الكريم، كما أن اتفاق اليوم يعد التزام لعبور المرحلة الحرجة الحالية التي تمر بها البلاد، والتي تواجه مخاضاً عسيراً في الوفاء بمتطلبات ما بعد الثورة. ونأمل أن يجني السودان وأبناء السودان ثمار هذا الاتفاق بتغيير حقيقي يلامس أشواقهم وينهي أرسل دعوة صادقة للأخوين القائد عبد العزيز آدم الحلو والقائد عبد الواحد محمد نور للحاق بمسيرة السلام والسير على الدرب، وأن لا يتخلفا عن شرف صنع السلام واستدامته، لأن اتفاق السلام اليوم لم يحقق مكسب لحركات الكفاح المسلح وحدها، بل هو حلم يراود كل السودانيين بالعيش في وطن المواطنة فيه هي الأساس لنيل الحقوق والواجبات. حضور الكريم، أستطيع القول اليوم بأننا طريق لشعوب السودان لوضع أسس البناء الوطني، وحتما سيقودنا هذا الاتفاق إلى إصلاح وترميم اللحمة الوطنية، مما يمكننا من إكمال مسيرة الانتقال ونحن أكثر قوة وتماسك حتى بلوغ الغايات. في الختام، أكرر شكري للأخ الفكير ولكل المشاركين في هذه الملحمة التاريخية ولكل الداعمين، والتي نثق تماما بأنها ستخرج بلادنا من دوامة الحروب والنزاعات التي طال أمدها وحان الوقت لنهايتها بمعالجة جذورها وأسبابها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن معالجة أضرارها وآثارها السلبية. ومرحبا بالأخوة شركاء السلام لنصنع سويا السودان اللي بيحلم به شبابنا وبناتنا وأبناءنا. زيادة، وقد تحدث في هذه الاحتفائية من قاعة الحرية بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان بمناسبة التوقيع على اتفاق السلام بالأحرف الأولى، وتناول جملة من التحديات.